عندنا قائد شرطة، قائد شرطة ذي قار، إنسان خير محترم متدين، كلهن لامهن أخلاق وخلق، وكلهن اللي عنده زيانات عنده. إمشان الناس اللي تطلع الطالب بحقها ما يقتل، رجال مو دموي، رجال شريف، هذولا ما يفيدهم، هذا يردولهم واحد عصابتي قاتل مجرم يقتل بهاي الشباب بالشارع. سووا البارحة طقوا لك، طلعوا لك شفرات وسيارات مضللة، طرب فلشوا المدينة، طب أرموا بيت المتظاهر إحسان أبو كوثر، اطرب حرقوا الأملاك، اطرب طيحوا البوابة مع الناصرية. شكوا الأمن مو زين، ليش الأمن مو زين؟ عند كم ضابط سايب تايه مثل كم؟ ما هذا القائد ما حد يطيح، هذا القائد يطيح نطيح قدامه، على كل شريف يطيح قدام مكي. هذا الريال الشايب المحترم ولو هو بيسكر وطاير 24 ساعة، وهذا القائد يشور لأن شريف. كل هاي أعمالكم الطايح حظها مال الجبناء كلها كشفناها وكلها عرفناها، لأن أنتم أنذال عار ما تواجهون وجه بوجه، تجون مثل المخنث ماك الديوث، لا هو نثية ولا هو فحل تحتار بي، أنتم زبايل. فهذا القائد خط أحمر ما حد يوصل له، يا زبايل يا مخانثة يا عارات.